الأمور هذه كلها. الحمد لله الإمارات العربية المتحدة اللي هي فوق راسك وتاج راسك تحترم جميع الأديان، مش نفسكم أنتم شعوب متخلفة عندكم موضوع الشيعي وهذا السني وموضوع الطائفة. نحن عندنا السنة والشيعة وعندنا جميع الأديان ونحترم بعضنا ونعايشين في حياة كريمة تحت أمن ورخاء، لا عندنا هذا يهودي هذا مسيحي هذا مسلم، الحمد لله ما عندنا يعني موضوع تفرقة، لكم دينكم ولي دين، ما عندي مشكلة في الشلوم. والله أنا بالنسبة لي اليهودي أشرف من اليمني، أثق في اليهودي أشرف من اليمني. اليمني غدار وسخ ما عنده تربية، شعب كله غدار، فبالنسبة لي اليهودي أشرف لي من اليمني صراحة. أولاد عمي ليش أخذ اليمني؟ أخذنا اليمن كلها ودمرناها عن بكرة أبيها، وشعبكم ساكت وغصبا عليه وراضي، واللي فوق سمعيني، وأكبر ما في خيلك أركبه وأعلى ما في خيلك ركبة. طيب فالحمد لله اليمن الشعب بالأسف الشديد يعني متخلف، فما أخذ بالقوة سوف يستعد بالقوة. أوكي ها اليمن بلدنا ومناخذه والله، وحريمكم مناخذهم سبايا عنا، وحريمكم شغالين في الإمارات اليمنيات، وكل اليمنيات قحبات في الإمارات شغالين، اليمنيات كلكم قحاب في الإمارات اليمنيات.